من وانا عيل صغير وانا بسمع حكايات غريبة عن القصر المهجور، اصل صاحب القصر كان بيعمل جواه اعمال، والاعمال دي من نوعية السحر الاسود، علشان كده صاحب القصر مات محروق. كل الناس بتقول ان الجن اللي كان مسخره هو اللي عمل فيه كده. وبعد موت صاحب القصر الناس بقت تسمع حاجات غريبة، ساعات بيسمعوا صوت ست بتصرخ، وساعات تانية عيل بيبكي، وساعات راجل بيضحك ضحكة شريرة، ده غير النور اللي بيولع ويطفي لوحده. في مرة كنت معدي بالليل جنب القصر لوحدي، وفجأة سمعت عيل صغير بينادي عليا، والغريبة انه كان بيناديني باسمي زي ما يكون يعرفني. المهم رحت له وسألته في ايه يا حبيبي؟ طفل سكت شوية وقال لي تعال معايا نخش القصر. الغريب في الموضوع ان الطفل كان نبرة صوت راجل كبير مش عيل صغير، والاغرب من كل ده ان هدومه كانت غرقانة دم. انا ساعتها افتكرت انه وقع على الارض وتعور او اتخبط في اي حاجة وهو ماشي، عشان كده سألته ايه اللي عمل فيك كده؟ رد عليا وقال لي صاحب القصر هو اللي عمل فيا كده. استغربت من كلامه لان صاحب القصر مات بقاله اكتر من 20 سنة، علشان كده قلت له يا ابن صاحب القصر ده مات من قبل ما انت تتولد بسنين. العيل ضحك ضحكة شريرة ورد وقال لي صاحب القصر ده بحني من 30 سنة علشان يقدمني قربان للجن. وفجأة العيل اختفى من قدامه، مبقاش لي أي أثر. أما أنا خدتها جري لحد البيت وحلفت 100 يمين إني ممشيش من جنب القصر تاني.